يا ترى اجينا على العنوان الصحيح؟ انا ما بجي على العنوان الغلط. وشو رح نحكي؟ رح نقول الحمد لله على السلامة. تفضلوا. يعطيك العافية. أنا تعرفت على الست نازلة من فترة، اسمي نورتان، والست أمينة بتكون أخت تابي، شريك لمعلم خضر. أهلا وسهلا، بس نازلي تعبانة شوي. ونحن منشان هيك إجينا، سمعنا إنه مريم عملت معها فصل ناقص، فلو سمحتي. لا تقومي يا بنتي، ارتاحي، واضح انك تعبانة. مرحبا. لا تواخذوني. اهلا وسهلا. يا ريت خبرتونا قبل، كنا استقبلناكم بوقت احسن. لقيت رقمك واتصلت فيكي بس تليفونك مسكر. أنا أخته الكبيرة لتيبي، أكيد سمعتي باسمه من خضر. بنوب، خضر ما بيحكي لا عن شغله ولا عن رفقاته لحدا. إيه طيب، قولي له أخته لتيبي مرقت. بتحبوا تشربوا شي؟ بسكب لكم شاي؟ لا، زيارة المريض بتكون قصيرة، وانتي بتكوني خطيبة محمود مو هيك؟ ايه صح. كلياتهم بعتبرهم مثل ولاد اخي، وإلي فضل عليهم، وهي مثل بنت اخي. مرته لدورسون، انتي بتعرفيها لنورتان مو هيك؟ ايه، رحت وزرتها من قبل. مع قلبك شر. قالت لي شغلات وانا ما فهمتهم منها، لهيك أنا أجيت بنفسي لأسمع الكلام منك. الظاهر إنه فهماني غلط، ما في شي بنوب. اسمعيني حبيبتي، الشي اللي أنا فهمته يعني من شان تخوفك الست مريم بعتت دورسون لبيتك، وقت اللي انكشف الأمر خفته تماماً عن الوجود. ما بين بكى من شان كلبي يا بنتي، اختك موجودة جنبك. أنا بعتذر منك. مزبوط كلامي؟ لا، كمان أنا كنت مفكرة مثلكم، بس بعدين رحت وحكيت مع مريم ودريت إنه الموضوع مانو هيك. طيب كيف لكان؟ مثل ما قلتي حضرتك، بعته لدورسون. بس دورسون وقت اللي عرف انه انا على علاقة مع خضر خاف وتراجع، ومريم قلعته لدورسون. لوين قلعته؟ تخلصت منه يعني؟ الشي اللي سمعته انا من محمود هلأ مو مناسب نحكيه قدام الست نورتان، بس صاير معه كم مشكلة بالشغل اللي متعلق بالريس خضر. مثل شو بقى؟ شي بيخص السرقة، بس متعلق بالشغل. وأنا ما عم قول إنه دورسون رجال نظيف تماماً، كان واحد كلب وملعب. إذا كان الوضع متعلق بأعمال خضر، أخي في إله خاطر لكان. أنا ما بتدخل بأمور الرجال. الحمد لله على سلامتك. شكرا مدام. بس تتحسني منشوفك. وبرافو على محمود كمان، ملاقي عروس حلوة كتير. تفضل. Thank you.
العوض بسلامتك نورتان. وهلا أنا شي اللي رح أعمله؟ كيف يعني؟ بدنا نهنيها لمريم بسلامتها. خلي الكل يعرف إنه عنا علم بكل شي. روح على بيت خضر شاكر بيلي. هالمرة حلوة ومجنونة وبتخوف، بس أنا حبيتها. نازلي؟ بس نكبر بالعمر رح نصير هيك؟ ما بعرف إذا كنا رح نلحق نكبر يا رب. الله!